كل المواقع الرقمية والإحصائية إنه أفضل لاعب في المباراة كان الظهير الأيسر لمالاتياسبور كريم حافظ المعار من وادي دجلة، ودي تاني مباراة ليه مع الفريق. معانا على التليفون كريم حافظ من تركيا. كريم أهلا بيك، منورنا. مساء الخير، انا عامل ايه يا حبيبي؟ مساء الفل. أنا عارف إن إحنا مسهرينك دلوقتي أعتقد. لا لا عادي، انا كده كده بتفرج على الماتش. طيب زي الفل. ماتش حلو قوي لعبته قدام جلاتا سراي، خسرته لكن على مستوى الالتحامات على مستوى الدفاع والهجوم حتى كانت مباراة قوية جدا، فبحييك عليها لأن الكل حتى هناك في تركيا أشاد بيها. الحمد لله الحمد لله، انا ده كان تاني ماتش معايا مع الفرقة. اول ماتش بدأته كان من اسبوعين، ده كان تاني ماتش ليا. عملنا ماتش كويس أوي الحمد لله، كنا نستحق الفوز، بس ونيجي ضربة جزاء، بس الحكم بقى ايه، الجمهور والكلام ده بيبقى تحت ضغط مع الفرق الكبيرة هنا في تركيا، بس الحمد لله يعني. الماتش اللي يعني الاندماج السريع بعد تاني ماتش، وعملت ماتش قوي قوي قدام جلاتا سراي، يعني هل اجواء احسن؟ هل مرتاح اكتر؟ هل مبسوط بالخطوه دي وده اثر على ادائك الماتش ده؟ لا والحمد لله يعني، انا بقالي سنه ونص هنا في الدوري التركي، فعارف الفرق الكبيره هنا والماتشات اللي هي زي دي مع الجمهور. الجمهور هنا مش طبيعي يعني، فالجمهور بيدي حماس قوي جدا للعيبه، سواء الفرقتين عامه. فالحمد لله يعني، كنت نازل الماتش ده كنت لازم اثبت نفسي، لان ده كان ثاني ماتش ليا. فلان المدرب يعني كلمني، قعد يتكلم معايا قبل الماتش وقال لي انا واثق فيك وعارف انك هتعمل ماتش كويس، فلازم تثبت نفسك وان شاء الله تعمل ماتش كويس يعني. فالحمد لله يعني عملت ماتش كويس، ممتاز، زي ما قلت خدت اعلى ترتيب مظبوط. في الفرقتين وكده، والحمد لله يعني. خطوة الانتقال من قاسم باشا كنت شايف ان هي الافضل علشان تزود عدد او نسبة مشاركاتك؟ هي قاسم باشا، المشكلة هناك كانت إن الفرقة بتنافس على الهبوط دلوقتي يعني، هما في آخر الترتيب، فالمدرب الرئيس كان حابب يغير لعيبة والكلام ده، فساعتها أنا طلبت منه إن أنا أمشي، لأن ما كان مش عايز أنا مش عايز أنا ألعب في فرقة إن هي بتنافس على الهبوط، فدي ايوه. هتكون تحت ضغط فممكن تأثر على مستوايا. فبالنسبة لي دي خطوة كويسة، مالات هي فرقة كويسة، السنة دي كانت بتلعب أوروبا ليج، تصفيات اوروبا ليج وكده، وان شاء الله نتمنى بتمنى يعني ان شاء الله ان انا اثبت وجودي هنا، وان شاء الله خلال الفتره اللي جايه اكون في اقوى في تركيا يعني ان شاء الله. ممتاز. يعني انت خطوه الاعاره او الانتقال لمالاتيا سبورت دي تمت من خلال وادي دجله ولا مباشره من قاسم باشا لا لا، لمالاتيا سبورت؟ انا فسخت عقدي مع قاسم باشا، طلبت ان انا افسخ عقدي بالطريقه دي معاهم، ايوه. قالوا لي ما عندناش مشكله وكده، لان يعني الناس هناك كويسين يعني، تمام. فكانوا فساعتها بقى كلمت انا وادي دجله وقلت له ان، لان المدرب اللي كان في قاسم باشا ماسك في اول موسم هو اللي ماسك في مالاتيا سبورت، ايوه. فلقيته بيكلمني وقال لي انا محتاجك في الفرقه معايا وكده، فقلت له خلاص ماشي، سيبني بس اتكلم مع قاسم باشا ووادي دجله، وساعتها يبقى نرتب الامور كلها. ففضلنا في فترة الانتقالات كلها ان احنا نظبط الدنيا، ان انا امشي من قاسم باشا، وفي الاول ما كانوش موافقين، بس ساعتها بقى ايه، ان انا لما ضغطت عليهم والكلام ده قال لي خلاص ماشي انا متريح. الإعارات الكتيرة ولسه عقدك مع وادي دجلة، يعني الشكل ده بالنسبة لك مريح ولا إن ممكن نلاقيك خلاص بتنفصل بشكل نهائي في فترة مقبلة؟ لا لا، هو مش مريح قوي يعني، هو بالنسبه لي هو ساعات بيبقى فيه ضغوطات وكده، بس لان علاقتي كويسه بالدكتور ماجد تامر، بالنسبه لي هو كأب يعني، فهو على طول يعني بيعمل اللي انا عايزه، وانا يعني ما بتكلمش معاه في اي حاجه يعني، غير تمام. ان انا ان شاء الله الفتره اللي جايه احاول اثبت نفسي في الفرقه، وان شاء الله ممكن اخر السنه يا مولاتيا تشتريني يا فرقه ثانيه تشتريني ان شاء الله. كان معاك تريزيجيه لحد نهايه الموسم اللي فات، وتريزيجيه انتقل لنقله مختلفه البريمير ليج، وانت بتتكلم ان مالاتيا تكون خطوه لمرحله اعلى. المرحله الاعلى دي ان شاء شايفها الله ممكن باذن تكون الله. امتى وفين كريم؟ والله يعني انا كان جالي عرض في فرنسا في النيم الفرنسي، بس تمام. النيم زي انت، النيم في اخر الترتيب، كانت في اخر الفتره دي كانت في اخر الترتيب، ايوه. فانا زي ما قلت لك ان انا كنت عايز امشي من قاسم باشا اللي هي بتاعكم، انا مش عايز ان انا اروح فرقه تانية حتى لو في الدوري الفرنسي،
فانا كده كده انا عارف الدوري هنا، الدوري هنا كويس، والحمد لله عملت سنه كويسه مع كاس الباشا، فكنت ممكن ان انا اروح الدوري الفرنسي، بس انا زي ما قلت لك مش عايز ان انا اروح، ايوه مش عايز اروح ان انا فرقه بتنفع الهبوط. فانا طموحاتي كلها الفتره اللي جايه ان شاء الله ان انا اروح الدوري الاسباني ان شاء الله. الدوري الاسباني. وهل في اي تفاوض من اي نادي؟ لا هو مفيش، بس انا ده طموحاتي ان شاء الله ممتاز وهوصل للهدف ان شاء الله ممتاز، يعني. وبحييك على طموحك ده، وان شاء الله هتحصل في الوقت اللي بيبقى فيه تفاوض من الانديه. ان هل شاء الله اي نادي باذن مصري الله. فاوضك؟ لا 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 مفيش. ما حصلش اي تفاوض. لا لا طيب المنتخب، انت طبعا لاعب اعتدت التواجد في المنتخبات الفئات العمريه، انضميت المنتخب الاول فتره وتحديدا مع كوبر. هل في اي تواصل حصل بينك وبين الجهاز الفني للمنتخب مؤخرا؟ لا لا، هو من ساعة ما الجهاز الفني الجديد ماسك، كان آخر مرة كنت كان بتاع مستر أجيري ما كان ماسك قبل بطولة أفريقيا، كانوا هما بيكلموني على طول وكده، وحصل نصيبه وجيت في معسكر مباراة النيجر والنيجيريا. فمن بعدها لا، من ساعة ما الجهاز الجديد ما فيش أي يعني، ما حدش كلمني خالص. ما حدش اتكلم معاك، يمكن مع لا عودتك للمشاركة وكمان الظهور بشكل قوي. لا، وانا بقالي حتى وانا في كاسم باشا، انا في كاسم باشا كنت بلعب الماتشات كلها وكنت ماشي بشكل كويس، بس حتى ما حدش كان هو بيكلمني. الفكرة ممكن الفكرة في وضع قاسم باشا نفسه يكون الموضوع مختلف زي ما انت ممكن بتدرسها ممكن دلوقتي. عامة يعني بحترم قرار اي مدرب، وده مشاكل صح اكيد، وان شاء الله انا بعمل كل اللي اقدر عليه، وان شاء الله بحاول ان انا اكون موجود. ده شرف ليا ان انا اكون لابس تيشيرت منتخب مصر طبعا. بإذن الله. أخيرا مصطفى الخروبي، أعتقد من المدربين اللي دربوك من وقت ما كنت في وادي دجلة، هو دلوقتي في أكاديمية وادي دجلة، مظبوط وأنا ماسك الفريق دلوقتي مؤقتا وممكن يكمل لنهاية الموسم، شايف إزاي الوضع ووادي دجلة بالنتائج اللي تراجعت مؤخرا فمشي تكيس هو أنا بسببه؟ أكيد أول حاجة بتمنى له التوفيق إن شاء الله، وأنا يعني واثق فيه لأنه مدرب حتى كان مسكنا في ليرز 6 شهور برضه فترة، كان عامل شغل كويس أوي معانا، لأن هو فاهم لعيبة الأكاديمية كلها، محمد هلال وعبد العاطي مظبوط وأحمد حسن وعبده بودي واللعيبة اللي هم اللي في وادي دجلة دلوقتي يعني وكده. فأنا يعني إن شاء الله متفائل خير، وبتمنى لهم التوفيق كلهم إن شاء الله، وربنا يكرمهم الفترة اللي جاية بإذن الله، ويطلعوا من مركز أعلى إن شاء الله. ويكرمك يا كريم، نورتني، وبالتوفيق إن شاء الله حبيبي كريم ربنا حافظ. يخليك يعني، ربنا شكرا يخليك ليك يا حبيبي. الظهير الأيسر لفريق مالاتيا سبور المعار من وادي دجلة، بيلعب في الدوري التركي بقاله عدة سنوات. طيب خليني أقول لكم إنه